السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا جميعا باذن واحد احد بخير. طبعا معاكم الدكتور محمد اسامه، وان شاء الله في الفيديو دوت هكون محاضره رقم 3 واللي هنخلص فيها الفصل الاولاني. طبعا زي ما انتم عارفين في المحاضره الاولى احنا خلصنا الدعامه في النبات، في المحاضره الثانيه بدانا في الدعامه في الانسان ووقفنا لغايه العمود الفقري، ودي المحاضره الثالثه باذن واحد احد والاخيره للفصل دوت هنخلص فيها باقي الدعامه في الايه؟ في الانسان باذن واحد احد ان قدر الله لنا هذا يعني. طبعا مش هوصيكم يا شباب ان انتوا تستفيدوا من الفتره المجانيه اللي موجوده دلوقتي. طبعا احنا اتفقنا الفتره المجانيه دي لمده 30 يوم لغايه ما المنصه تكون جاهزه وبعد كده نتنقل على المنصه، فتقدر تستفيد بالكامل من الفتره المجانيه من غير ما تدفع اي رسوم او اي شيء يعني. تمام، الفتره المجانيه دي اتفقت معاكم بدءا من 1/8 وهتستمر لغايه 30/8 يعني 30 يوم. عاوز تستفيد منها طبعا المفروض احنا موجودين على جروب التليجرام، هتلاقي جروب التليجرام موجود تحت في الايه؟ في الوصف بتاع الفيديو. هتدخل هناك هتلاقي كل التفاصيل ومواعيد البث المباشر بيطلع هناك وازاي الاسئله بتنزل والحوارات دي كلها. لو تدخل جروب التليجرام هتلاقيها باذن واحد احد يعني. طبعا مش هزوق طبعا يا شباب، لو كان شرح حلو وتستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي ادعمني باللايك المتين، طبعا يعني اللايك المتين، وتنساش تعمل سبسكرايب في القناه، ولو شايف زي ما بقول لك الفيديو جميل او الشرح كويس شيره بين صحابك، خلي الجميع يستفيد عشان ده كده بتفيدني وبتفيدهم هم كمان. تمام، تعال نبدا بقى. هو احنا المره اللي اتفقنا عليه في الدعامه في الانسان اتفقنا ان المسؤول عن الدعامه في الانسان هو الجهاز الهيكلي. اتفقنا ان الجهاز الهيكلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيكل عظمي، غضاريف، مفاصل، اربطه، واي واوتار. اتفقنا على التفاصيل دي وبدانا في الهيكل العظمي، قلنا بنقسمه لعظام موجوده في محور الجسم او عظام موجوده في منتصف الجسم ودي بنسميها العظام المحوريه، وعظام ثانيه موجوده في الاطراف ودي بنسميها الهيكل الطرفي. يبقى انا عندي هيكل محوري وهيكل طرفي. اللي يثبت الهيكل الطرفي في الهيكل المحوري حاجه اسمها احزمه، فاللي يثبت دراعاتي في الهيكل المحوري حاجه اسمها الحزام الصدري، بينما اللي يثبت رجلي الاثنين اللي تحت في الهيكل المحوري حاجه اسمها الحزام الايه؟ الحوض. بدانا في الهيكل المحوري وقلنا ده عباره عن الجمجمه والقفص الصدري والعمود الفقري. خلصنا الجمجمه وخلصنا العمود الفقري، واللي باقي علينا دلوقتي يا شباب احنا هنبدا في الايه؟ في القفص الصدري. طبعا زي الفيديو اللي فات الصور بتنزل بايه؟ باول، بحيث يبقى في صور ايه؟ توضيحيه. تعالى بقى نتكلم على القفص الايه؟ الصدري. اولا بس يا شباب لازم تفهمين حته مهمه، في حاجه اسمها الوضع التشريحي الانسان. يعني ايه وضع تشريحي الانسان يا دكتور؟ الانسان يقف بالمنظر ده. طبعا انا عارف ان الكادر مش هيظهرني كله، فانا هحط صوره كامله على الجنب ده وعلى الجنب ده اوريك انا اقصد بيه ايه. الاناتوميكال بوزيشن او الوضع التشريحي للانسان ان الواحد يقف بالمنظر ده منتصب ضامن رجليه الاثنين وايديه مفروضه بالمنظر ده بالوش ده، ده الوش اللي ظاهر عشان هتفيدنا دلوقتي في الايه؟ في الاطراف لما نيجي نتكلم عليه. ما علينا يعني. طب ليه بتقولي كده يا دكتور؟ عشان عاوزك تعرف دلوقتي منها معلومه وقدامها هنزود كمان معلومات على فكره الوضع التشريحي ده. اول معلومه عاوز تعرفها من الوضع التشريحي ان انا لما بوقف كده الجهه اللي قدامك دي اسمها الجهه الباطنيه. كده الجهه الباطنيه. بينما الجزء اللي ورا ده اسمه الجهه الظهريه من ناحيه الظهر اللي هو ناحيه القفا يعني. يبقى الجزء اللي قدام باطني واللي ورا ايه؟ ظهري. كويس قوي يا دكتور. لما اجي بقى اتكلم على القفص الصدري. هنبدا دلوقتي نتكلم على القفص الصدري. اللي انا رسمه ده يا شباب ده المنظر من قدام. انا مش رسمه من ورا. كده وكده برضه هحط لك صور هنا او هنا تبقى واضح فيها اللي انا بتكلم فيه او يوضح فيها القفص الصدري عامل ازاي بصور جميله وسهله يعني. تمام؟ حلو قوي. فدوت انا رسمته ازاي؟ انا واخد المنظر من قدام ورسمته هنا. طب ايه هو القفص الصدري يا شباب؟ عباره عن علبه مخروطيه الشكل. تمام؟ من قدام بتتكون من عظمه في النص اسمها عظمه القص. فدي اسمها عظمه القص يا اولاد. عظمه القص ديت بيطلع منها او بيتصل بيها شويه عظام مقوسه. هو يعني ايه عظمه مقوسه يا دكتور؟ دي اسمها عظمه مستقيمه، كده العظمه المستقيمه يا اولاد. بينما العظمه المقوسه بتبقى عامله بالمنظر ده. وزي ما انت شايف الضلوع اللي انا راسمها مقوسه الشكل. فانا عندي في النص عظمه اسمها عظمه القص. يطلع منها ضلوع مقوسه الشكل او عظام مقوسه الشكل اسمها الضلوع. فكل اللي انا رسمه دي يا شباب دي حاجه اسمها الضلوع. تمام قوي يا دكتور. الضلوع ده هي بقى يا اولاد بتلاقي عددهم كام؟ قال لك بيبقى عندك 12 ضلع على الناحيه اليمين و12 ضلع على الناحيه الشمال. تاني عندي 12 ضلع على الناحيه اليمين و12 ضلع على الناحيه الايه؟ الشمال. يعني عندي 24 ضلع. ال 24 دول ممكن نقول 24 ضلع او اقول 12 زوج من الاضلاع. تمام كده؟ تمام يا دكتور. لما نيجي نتفرج عليهم بقى اتفرجوا معايا كده يا شباب. ادي الضلع الاول، ادي الضلع الثاني، ادي الضلع الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. ايه ده يا دكتور انت ضحكت عليا؟ هو انا التيشيرت بتاعي اتمسح في السبوره ولا ايه؟ طبعا مش هقدر اشوف لو التيشيرت بتاعي اتمسح في السبوره، بس يلا بقى يعني ياكم بقى يبقى نشوفه بعدين. المهم يعني انت دي كده بتضحك عليا يا دكتور ليه؟ انت قلت لي ان عندي 12 ضلع على اليمين و12 ضلع على الشمال، ايه اللي جاري ده؟ لا ما هو اكتشفوا او اللي احنا لقيناه يا اولاد ان عظمه القص بيتصل بيها 10 ضلوع بس. في 10 ضلوع على اليمين و10 ضلوع على الشمال، بينما في ضلعين اللي هو رقم 11 ورقم 12 دول ضلوع قصيره مش بتتصل بعظمه القص. امال هي متصله بايه يا دكتور؟ ما هو بصوا الضلع يا شباب بيطلع
بيطلع يلف وراح يقفش في الفقرات من ورا. هي دي منطقه ايه؟ دي منطقه الصدر يا دكتور. اذا الدروع بتطلع من عظمه القص او بتتصل من قدام بعظمه القص وتلف تلف 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 لغايه ما تروح تتصل من ورا بالفقرات الصدريه او الظهريه. فلاقي الضلع الاول بيتصل بالصدريه الاولى، الضلع الثاني بيتصل بالصدريه الثانيه، الضلع الثالث بيتصل بالصدريه الثالثه وهكذا يا شباب. فلاقي الضلوع من 1 لغايه 12 كلهم متصلين بالفقرات الظهريه او الصدريه اللي عددهم 12. الضلع الاول بالفقره الاولى، الضلع الثاني بالفقره الثانيه وهكذا يا شباب، تمام؟ قال لك بقى يلف ويجي يتصل بالقص من قدام. الاول يتصل بالقص من قدام، الثاني برده من قدام، الثالث، الرابع، الخامس، السادس لغايه العاشر. من بعد العاشر قال لك الضلع ال11 وال12 ضلوع قصيره، قصيره يا شباب. فهي بتطلع من الفقره او بتتصل بالفقره من ورا وتقوم لفه بس ما تكملش للقص. طولها قصير يا اولاد. انا هحط صوره برده توضح القصه اللي انا بتكلم فيها. ده الضلع رقم 11 وايه؟ و12. فقاموا مسمينها الضلوع العائمه. ليه عائمه يا دكتور؟ اصلها متصله من ورا بالفقره، المفروض تتصل بالفقره رقم 18 والفقره رقم 19 في العمود الفقري. اللي هي الفقره رقم 11 و12 في الصدريه. تمام كده؟ فهي بتتصل من الخلف بالفقرات الصدريه عادي، لكن من قدام ما اتصلتش بالقص. ليه يا دكتور؟ اصل كانت قصيره ما كانتش طويله، فما لحقتش تتصل بالقص. طب ويا دكتور هو ده حاجه مفيده ولا مضره؟ ده مفيده جدا. ليه بقى؟ بصوا احنا لما بنيجي نتكلم على الاسبيريشن او التنفس بنقول ان التنفس بيحصل حاجه اسمها ايه؟ سراسو ابدومينال. يعني ايه سراسو ابدومينال يا دكتور؟ سراكه ابدومينال، سراكه ابدومينال يا شباب يعني بيحدث التنفس من خلال الصدر والبطن. يعني رقبه كده، لو واحد عنده كرش شويه رقبوه هو بيتنفس كده، تلاقي بطنه طالعه نازله طالعه نازله. يعني البطن هي كمان ليها دور في عمليه التنفس. تخيلوا معايا بقى لو اخر ضلعين كانوا راح اتصلوا بالقص وقفلوا على البطن، كانت البطن عمرها ما تطلع وتنزل، صح ولا مصح؟ كنت احكمها. فتلاقي التنفس بقى فيه نوع من انواع الضيق في التنفس، ما يبقاش حر ومش عارف ياخد نفسه كويس. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته خلى اخر ضلعين مش متصلين بالقص. ليه؟ اصل هما طالما مش متصلين يبقى المعده او منطقه البطن حره، تعرف تطلع وتنزل معايا، مفيش حاجه حكمها، فيساعد في التنفس ويبقى التنفس سهل. تمام كده؟ دي اسمها الضلوع الايه يا شباب؟ العائمه. رقم كام يا دكتور؟ رقم 11 و12. خلي بالكم بقى من حاجه يا شباب، احنا قلنا الفقره الاولى بتتصل بالصدريه الاولى والثانيه بتتصل بالصدريه الثانيه. طب يا دكتور لو انا عاوز اعرف ترتيبهم في العمود الفقري ككل، احنا عارفين ان الفقرات الظهريه الترتيب بتاعها بيبدا من الفقره رقم 8 لغايه الفقره رقم 19. كويس قوي. لو انت بقى ركز بقى معايا، لو انت عاوز تعرف الضلع على طول بيتصل بأي فقره، يعني الضلع مثلا اقول لك السابع ده بيتصل بالفقره رقم كام، بدل ما تقعد تعد 8 9 10 اقول لك الحركه، هات رقم الضلع وضيف عليه 7. انا مش فاهم حاجه يا دكتور. يعني اقول لك مثلا ايه، هو الضلع رقم 10 بيتصل بالفقره رقم كام في العمود الفقري؟ استنى، الضلع رقم 10 حتى قلت لي يا دكتور عشان تعرف بيتصل بالفقره رقم كام هات رقم الضلع وضيف عليه 7، هيبقى 10 زائد 7 ب 17، يبقى الضلع رقم 10 بيتصل بالفقره رقم 17. طب الفقره رقم 17 دي نوعها ايه؟ ما هي 17 بتقع في الحيز ما بين 8 ل 19، يبقى ده نوعها يا دكتور صدريه او ظهريه، صح ولا مش صح؟ طب تجربه مره ثانيه، لو قلت لك مثلا هي الضلع رقم 9، وبلاش 9، الضلع رقم 5 بيتصل بالفقره رقم كام في العمود الفقري؟ استنى يا دكتور، انت قلت لي عشان تعرف تجيبها هات رقم الضلع وضيف عليه 7، انت قلت لي الضلع الخامس، يبقى 5 زائد 7 ب 13، يبقى بيتصل بالفقره رقم 13. طب هو يا دكتور معلش يعني هو الضلع بيلف وبيتصل في انهي حته في الفقره؟ يعني احنا كنا خدنا في الفقره شويه نطوقات وعرفنا ان العلوي تتصل بالباب اللي فوقها، طب والسفلي تتصل بالباب اللي تحتها، طب هو كده هيروح يتصل بمين الضلع ده؟ قال لك الضلوع بتروح تتصل بجسم الفقره ونطوقها المستعرض. يعني الضلع يبص الضلع يبقى متصل من قدام هنا بالقص، يلف او يتقوس ويروح يتصل من ورا بجسم الفقره ونطوقها المستعرض. تمام كده؟ وهحط لكم برده صوره على الجزء اللي انا بتكلم عليه ده. تمام يا دكتور؟ بس معلش يا دكتور في حاجه متسألاني كده او حاجه يعني داخله في دماغي، هو ايه الازرق اللي انت عامله ما بين الدروع ده في قلب الدروع ده؟ دي يا شباب غضاريف. غضاريف. الضلع ما بيتصلش مباشره بالقص، ده بيتصل بغضاريف والغضاريف بتربطه بالقص. طب ليه الغضاريف دي يا دكتور؟ اصل الضلع يا شباب دي حاجه صلبه، وعظمه القص انا نسيت اقول لك انها عظمه يعني قطعه او عظمه مسطحه او عظمه مفلطحه عظميه، هي مكونه من العظم، لكن اخر جزء ده بس هو اللي من غضروف. ده غضروف.
ده اللي هي عظمه القص. عظمه القص عباره عن عظمه مفلطحه، او عباره عن قطعه عظميه مفلطحه جزءها الاخير او جزءها السفلي غضروفي. هو ايه الفرق بين العظم والغضروف يا دكتور؟ العظم صلب يا شباب، بينما الغضاريف مرنه طريه. فانت بص لو جت عند المنطقه الاخيره، يعني هنا في ضلع وهنا في ضلع اهو، تيجي هنا تلاقي تضغط، طب اطلع فوق شويه ما تضغطش، في حاجه عظمه مقابلاك، لكن هنا ممكن اضغط وادخل. معايا كده يا اولاد؟ ليه هدخل هنا؟ اصل هنا في جزء غضروفي بدخل فيه، بينما فوق جزء عظمي ما اعرفش ادخل فيه، ده عظم. فهي الفكره كلها ان الجزء الاخير ده من هنا يا شباب غضروفي، واي ضلع عشان يتصل بالقص لازم يتصل بقطعه من الغضاريف. ليه بقى يا دكتور الغضاريف دي؟ اول حاجه الغضاريف بتوجد ما بين العظام عشان لما العظام تتحرك تقلل التآكل. ده منطقي وهناخدها كمان شويه لما نيجي نشرح الغضاريف. بس الغضاريف اللي موجوده هنا يا شباب ليها هدف، هدف اعلى من ده، او وظيفه اعلى من كده بكتير. اللي هي ايه يا دكتور؟ بصوا انا لما ببدا اعمل عمليه تنفس بدخل هواء في اللي بيجري صدري بيوسع، صح ولا مش صح؟ بدخل هواء فصدري يوسع، اصل لما ادخل هواء المفروض دخلت هواء وحاجه دخلت عيني. ما علينا يعني. المفروض لما بدخل هواء يا شباب الرئه بتتنفخ زي البالونه، فتضغط على الصدر فالصدر يبدا يتحرك. فالغضاريف دي مرنه يا اولاد، هي اللي هتسمح بحركه الضلوع. اصل بصوا الضلع في الاول والاخر مجرد عظمه مقوسه. عظمه مقوسه هو ده الضلع في الاول والاخر، هو مجرد عظمه مقوسه. ايه اللي يخلي العظمه دي بقى تستحمل ان انا لما اتنفس القفص الصدري يوسع وتتحرك شويه؟ ان يبقى الجزء اللي متصل مع القص غضروفي، فيبقى فيه مرونه. فلما يبدا رئتي تتنفخ المرونه او الغضاريف دي تتشد، تبقى عامله زي تبقى مرنه يا ولاد، بتتشد عادي، فتسمح ان الصدر يتنفخ وان القفص الصدري يوسع. طب بص لما اعمل زفير بخرج الهواء، فالرئه اللي كانت منفوخه بتبدا تهوي. طب لما تهوي يرجع القفص الصدري تاني لحجمه الطبيعي، ممكن يقل عن الحجم الطبيعي كمان، وهكذا مع الشهيق والزفير، مع الشهيق والزفير. يبقى الغضاريف اللي موجوده هنا، عشان هتقابلكم في المراجعه النهائيه، ده من الاسئله الموجوده في المراجعه النهائيه. الغضاريف اللي موجوده هنا يا شباب موجوده ليه؟ لتسمح بسهوله الحركه للقفص الصدري اثناء التنفس. اظن مفيش اسهل من كده. يبقى يا دكتور عرفنا ان انا عندي 12 ضلع، الضلوع ده هي بتتصل من الامام بالقص، تلف ناحيه الظهر، تتصل بالفقرات الظهريه. عاوز تعرف الضلع بيتصل بأني فقره في العمود الفقري كله؟ هات رقم الضلع وضيف عليه ايه؟ 7. تمام يا دكتور؟ بس خلي بالك ان اول 10 ضلوع هي اللي بتتصل بالقص، بينما الضلع ال11 وال12 ما بتتصلش من القص. امال بتتصل بيه يا دكتور؟ بتتصل من الغضاريف، من اسف من الفقرات من ورا. تمام يا دكتور؟ عشان كده سميناهم الايه؟ الضلوع العائمه. تاني حاجه يا شباب، في حاجه اسمها الضلوع الحقيقيه والضلوع الكاذبه. ضلوع حقيقيه وضلوع كاذبه. هو يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ لما اقول لك ضلع حقيقي تلاقي الضلع متصل مباشره بالقص، او في غضروف يتصل بالقص. الضلع غضروف يتصل بالقص. فبص رقم واحد ضلع، رقم واحد غضروف متصل بالقص. ضلع رقم 2 غضروف متصل بالقص، ضلع رقم 3 غضروف متصل بالقص، وهكذا في 4، وهكذا في 5، وهكذا في 6، وهكذا في 7. صح كده؟ اه ده اللي جاب. طب بص 8، 8 ما اتصلش مباشرة بالقص، ده 8 لحم مع 7 اللي كان متصل بالقص. طب بص 9 كده؟ 9 ما اتصلش مباشرة بالقص، ده 9 لحم مع 8 اللي كان لحم مع 7 اللي اتصل بالقص. طب بص 10 ما اتصلش مباشرة بالقص، ده 10 اتلحم في 9 اللي كان لحم في 8، و8 اللي كانت لحمه في 7 اللي هي اصلا متصله بالقص. فقال لك الضلع لو اتصل مباشره بالقص هو مع نفسه كده، يعني الضلع غضروف قص، نسميها ضلوع حقيقيه. وعلى اساسه يا اولاد الضلع من 1 لغايه 7 ضلوع حقيقيه. بينما يا شباب الضلع الثامن والتاسع والعاشر ما اتصلوش مباشره بالقص، ده اتصلوا بالسابع اصلا، الغضروف بتاعهم طلع ركب على الغضروف بتاع السابع. فدي بنسميهم الضلوع الايه؟ الكاذبه. يبقى من 1 ل 7 ضلوع حقيقيه، بينما 8 و9 و10 ضلوع ايه؟ كاذبه، بينما 11 و12 ضلوع ايه؟ عائمه. اظن القفص الصدري كده سهل، مفيش اسهل منه يعني متهيألي، صح؟ تاني اخر ملحوظه بقى هنتكلم فيها في القفص الصدري، خلي بالك ان انا كل ما بنزل حجم الضلع بيزيد. طول ما انا بنزل حجم الضلع بيزيد لغايه العاشر، بعد كده من 11 ل 12 الضلع بيقل. يبقى طول ما انا بنزل حجم الضلع بيزيد يزيد 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 لغايه مثلا السابع والثامن. بعد كده تبدا الاحجام تقل شويه بشويه لغايه ما اوصل 11 و12 يبقى قليل. ليه بتقول لي كده يا دكتور؟ عشان لما تلاقي ضلع قصير ما تقوليش عليه رقم 6 مثلا، عيب عليك، ده يبقى 1 او 2 مثلا. تلاقي الضلع كبير ما تقوليش عليه رقم 1، تقول عليه 6 او 7. دول الكبار، الضلوع الكبيره يا اولاد حجمها كبير، بينما اللي فوق ده حجمها صغير. طب يا دكتور ايه الودان اللي انت رسمها فوق دي؟ في عظمه يا اولاد بتتصل بالقص من فوق، بس ما هيش تبع القفص الصدري، خلي بالك. عظمه متصله يعني عند الطرف العلوي من القص بتتصل بيه، بس ما هيش تبع القفص الصدري، اسمها التركوه.
دي تبع الطرف العلوي يا اولاد والحصان الصدري. فخلي بالك هي مش تبع القفص الصدري، بس انا برسمها لك عشان تاخد بالك انها متصله بالقص. فهمتني؟ حلو قوي. يبقى انا عندي طبعا تركوبه يمين وتركوبه ايه؟ شمال. تركوبه يمين وتركوبه شمال، ما علينا يعني. كده يا شباب ده القفص الايه؟ الصدري، اظن سهل وما فيهوش اي حاجه. تعالى بقى نتنقل للايه؟ للهيكل الطرفي. كده احنا خلصنا يا جماعه اللي هي ايه؟ 1 2 3. كده احنا خلصنا يا جماعه للهيكل المحوري، تعالى نتنقل بقى للهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي احنا اتفقنا عباره عن احزمه بتثبت الاطراف في المحور، او بتثبت يعني ايه اللي مثبت دراعي في المحور؟ اتفقنا على حاجه اسمها حزام. فعندي فوق حزام صدري او كتفي، وتحت حاجه اسمها الحزام الحوضي، لان ايديا متثبته في صدري فيبقى هنا حزام صدري، رجليا متثبته في منطقه الحوض فيبقى اسمه حزام ايه؟ حوضي. فتعالى نبدا بالحزام الحوضي والطرف وطرف علوي. انا مثلا يا شباب واخد الكتف اليمين، يعني ده منظر امامي ايمن. احنا اتفقنا بقى الامامي بيبقى واقف كده، فده واقف كده وعامل كده بالظبط يا شباب، منظر امامي ايه؟ ايمن، تمام؟ تعالى نشوف ايه اللي عندي بقى بالظبط. شايفين المنطقه ديت يا اولاد؟ اللي انا هعيد عليه او اللي انا هحدده بالازرق ده اسمه حزام صدري. طبعا الصور هتتحط زي ما اتفق معاكم. طب بيتكون من ايه يا دكتور؟ واضح ان بيتكون من عظمتين يا اولاد. العظمه دي اسمها لوح الكتف، والعظمه دي اسمها التركوه. بيتكون من عظمتين. العظمه اللي قدام هنا يا اولاد في حته كده بتقفش، تلاقي عظمه ماشيه في المنطقه دي كده، اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها التركوه. ومن ورا يا اولاد في عظمه مثلثيه الشكل اللي بتبقى موجوده في الكتف هنا يا اولاد. تشوفوها قوي بتوع الجيم لما بييجوا يعملوا الحركه دي والكلام ده، يعني ماشي بعيدا عني يعني انا ماليش في الكلام ده، بس المهم يعني العضله اللي بيبقى فيها هنا حاجه مثلثيه الشكل من ورا دي اسمها لوح الكتف. فالحزام الصدري بيتكون من ايه؟ من التركوه. واتفقنا ده من امام، يبقى التركوه دي عظمه باطنيه، ولوح الكتف ده من ورا يبقى عظمه ايه؟ ظهريه. واضح طبعا يا شباب ان لوح الكتف عباره عن عظمه مثلثيه الشكل. باطنيه ولا ظهريه؟ هتقولوا لي ظهريه، عشان هي من ورا يا دكتور، من قدام التركوه ومن ورا لوح الكتف. كويس قوي. تلاقي بقى يا شباب عظمه لوح الكتف دهيت بينتهي في اخرها تجويف، اللي هو الحاجه ديت يا شباب. ويعني ايه تجويف يا دكتور؟ بصوا ده كده سطح مستوى، عارفين لما اعمل كده جوفته وخليته مجوف. فالتجويف ان يبقى في تجويف يا شباب كده، ده مجوف، في تجويف حصل يا اولاد اللي هو يعتبر مقعر برضو، تمام؟ فتاني كده املس، طب لما تعمل كده بقى مجوف. فقال لك لوح الكتف يبقى في تجويف في نهايته او في الجزء الخارجي منه. التجويف ده اسمه التجويف الاروح، تجويف الاروح. يبقى لوح الكتف عظمه مثلثيه الشكل موجوده في الجهه الظاهريه بتنتهي بتجويف، اسمه التجويف الايه؟ الاروح. طب معلش يا دكتور، هو ربنا سبحانه وتعالى خلاها منتهيه بتجويف الاروح؟ طبعا الصور هتنحط، الصور هتوضح لكم احسن من ايدي ومن الكلام ده كله. ليه خلاها في تجويف في اخرها يا اولاد؟ علشان بصوا بعد المنطقه دي يجي دراعي، صح ولا صح؟ في اللغه العربيه المنطقه دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها العضد. اسمها الايه؟ العضد. دي اسمها الساعد. ده الرزغ، رزغ ايدي، ده كف ايدي. العضد، الساعد، الرزغ، كف الايد، تمام كده؟ منطقه العضد دي فيها عظمه اسمها العضد يا اولاد. يبقى اللي بيجي بعد روح الكتف مع التركوه عظمه هنا في دراعي. بقى انا كده بدات في دراعي، كده خلصت الحزام اللي هنا وبدات في دراعي من اول هنا. فين عظمه اسمها ايه؟ العضد. فيبقى العظمه اللي هنا يا اولاد اسمها العضد اللي عليها الدور على طول. طبعا واضح ان راس العضد لها راسين، هي عظمه طويله لها راسين، جزء من فوق او راس من فوق وراس من تحت يا اولاد. الراس اللي فوق واضح جدا ان الراس ديت نصف دائريه، فيها نص دايره يا اولاد، صح ولا مش صح؟ فهي دي الفكره بقى يا اولاد، اللي هو ايه بالظبط يا دكتور؟ اللي هو ان يبقى عندي راس عامله زي الدايره، وفي تجويف اسمه تجويف الاروح. عشان الراس دي تدخل وتثبت كان لازم يبقى المكان ده مجوف. بصوا لو املس الراس مش هتثبت كويس. طب بصوا لما اخليه مجوف الراس ركبت فيه، صح ولا مش صح؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى في نهايه لوح الكتف تجويف، منطقه مجوفه كده اسمها التجويف الاروح، عشان تيجي راس العضد اللي تعتبر شبه دائريه، الجزء بتاعها شبه دائري، يدخل فيه فيثبت في قلب المكان عشان يكون في المنطقه ديت يراد مفصل اسمه مفصل الكتف. يكون مفصل هنا اسمه مفصل الايه؟ الكتف اللي انا بحركه ده اسمه مفصل الكتف. كمان شويه هكلمكم على المفصل الموجود هنا اسمه مفصل الكوع، يقول لك ده كوعك، مفصل الكوع. هنا ده مفصل الرزغ، ماشي؟ فانا عندي الكتف والكوع كمفاصل، يعني كتف وكوع ورزغ. نرجع لمرجوعنا بقى، احنا قلنا هنا كان في لوح الكتف من ورا ومن قدام التركوه. بعد كده جينا المنطقه دي اسمها العضد، في عظمه في منطقه العضد اسمها عظمه العضد، مفيش اي ابداع. يبقى دي منطقه العضد، في عظمه اسمها عظمه العضد. عظمه العضد ده هي تدخل في التجويف الاروح او تتصل بلوح الكتف في قلب التجويف الاروح، فكون مفصل اسمه مفصل الكتف. يبقى يا دكتور عاوز تقول لي ان المنطقه
ده هي كده اللي فيها العضد بيركب في قلب لوح الكتف بيكون مفصل. اه هو يعني ايه مفصل يا دكتور؟ اتفقت معاكم في الفيديو اللي فات او في المحاضره اللي فاتت ان يعني ايه كلمه مفصل؟ اي عظمتين يقابلوا بعض، اي عظمتين او اكتر بيقابلوا بعض بسميها مفصل. فانا عندي عظمه اسمها لوح الكتف قابلت عظمه اسمها العضد، فتكون مفصل فوق يا شباب اسمه مفصل الكتف. عظمه لوح الكتف تعمل مفصل الكتف. بعد كده يا اولاد بعد ما اسيب منطقه العضد اجي لمنطقه اسمها منطقه الساعد. منطقه اسمها منطقه الايه؟ الساعد. الاقي فيها عظمتين، عظمه يا اولاد اسمها الزند وعظمه اسمها القعبان. بصوا بقى انا اتفقت معاكم ان احنا بنتكلم على العظم او الصور اللي بنجيبها للعظم في وضع اسمه الاناتوميكال بوزيشن او الوضع التشريحي للانسان. يعني ايه؟ يعني لازم يكون دراعه مفروض كده. طبعا انا عارف ان ده مش هتظهر في الكادر بس انا هرفع ايدي يعني، يبقى دراعه ده الوش اللي باصص لكم يا اولاد. هحط لكم الصوره، تلاقي يعني لو شبيت شويه تلاقي وش ايدي هو اللي باصص لكم، مش ظهر ايدي، وش ايدي. تمام؟ حلو. الوضع دوت شايفين الابهام؟ العظمه مش ده الابهام يا شباب؟ المفروض فينا عظمتين، في عظمتين، ده الابهام. العظمه اللي ناحيه الابهام اسمها القعبره. العظمه اللي هتكون ناحيه يعني المفروض فينا عظمه وتحت عظمه بالمنظر ده كده، ماشي؟ كان كل قلم من دول عظمه، اللي في عظمه لونها ازرق اهي، او القلم ده كانه العظمه، القلم الازرق كانه العظمه اللي فوق، والقلم الاحمر كانه العظمه اللي تحت. شايفين صبع الابهام؟ العظمه اللي ناحيه الابهام اسمها القعبره، بينما اللي ناحيه الخنصر ده اسمه الخنصر، بينما العظمه اللي ناحيه الخنصر او اللي تحت اللي هو باللون الاحمر ده بالقلم الاحمر دي اسمها الزند. يبقى اللي ناحيه الابهام اللي هو الصباع يعتبر الصغنطوط ده، ده الابهام، ده الخنصر. فالعظمه اللي ناحيه الابهام اسمها القعبره، بينما اللي ناحيه الخنصر اسمها الزند. يبقى انا عندي عظمتين في قلب الساعد، اللي ناحيه الابهام اسمها القعبره، واللي ناحيه الخنصر او الناحيه الثانيه اسمها الزند. تمام كده؟ طبعا واضح ان احنا اتفقنا اي عظمه هيقابل بعض يكون مفصل، دي احنا قلنا اسمها العضد. لقيتها بتقابل الزند مع القعبره، فتعمل لي هنا مفصل يا شباب اسمه مفصل الكوع. الكوع يا اولاد، الكوع ده يبقى مفصل الكوع ده معمول من ايه؟ العضد قابلت مين اللي مع الابهام بقى؟ ايوه، قابلت القعبره وقابلت الزند. العضد مع القعبره والزند عمل مفصل موجود في المنطقه دي، اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه مفصل الكوع. تمام يا دكتور. طب هو معلش يعني مش المفروض عشان مفصل الكوع يبقى موجود بالمنظر ده يبقى في حاجه زي بتركب فيه؟ يعني ايه؟ مش فاهم بس عشان ما حدش يتلخبط. احنا لما جينا عملنا الكتف كان في مكان مجوف وعظمه العضد ركبت فيه، صح ولا مش صح؟ طب هو الكوع ده مش نفس القصه يا دكتور؟ نفس القصه. شايفين عظمه الزند دي يا اولاد؟ انا عشان اوريكم المنظر اللي هوريه لكم، طبعا انا هحط صوره حلوه جدا هتوريكم انا عاوز اقصد ايه، بس شايفين الزند دي؟ بصوا انا ببقى واقف الاول كده عشان تشوفوا المنظر ده، ببقى واقف كده ماشي، انا هلف كده وركز بقى معايا، مش عاوزك تبص من هنا، لا انا عاوزك تبص في الناحيه دي. بصوا انا هلف لك كده وهخليك تبص من الناحيه دي مش من ناحيه الابهام، الابهام الناحيه الثانيه، الابهام بره اهو، انا عاوزك تبص من الناحيه دي كده في دراعي، هنلاقي المنظر عامل بالمنظر ده بالظبط، الحته دي تبقى عامله بالمنظر ده، وهحط صوره وهتفهموا انا اقصد ايه. بصوا يا شباب اللي انت رسمته ده يا دكتور اظن مليار في الميه انا حاطط لكم صوره دلوقتي وهتفهم ايه اللي انا رسمته ده. هتلاقي الزند دي راس الزند على فكره، راس الزند. طب يا فين القعبره يا دكتور؟ الناحيه الثانيه. ما بصوا انتوا باصين من هنا فشايفين كل اللي انتوا شايفينه، الزند مع العضد، الزند مع العضد. طب القعبره فين؟ الناحيه الثانيه هنا، صح ولا مش صح؟ فاللي انت شايفه ده، المنظر اللي انت شايفه ده، المفروض ده عامل كده، واحد عامل كده، فاللي انت شايفه الزند مع القعبره، مع اسف العضد، الزند والعضد ماشي، عشان محدش يتلخبط انا قلبه يعني انا مخليه عامل كده بحيث انك تشوف العضد هو اللي جاي كده والزند اللي قصاده. ما علينا، المهم يعني هوصل في الاخر للمنظر اللي انا رسمه ده او الصوره الاحسن اللي انا حاططها لك دلوقتي، سواء حطيتها هنا ولا هنا الاحسن يعني هتبقى واضحه جدا في الصوره، واضحه جدا جدا في الصوره. الاقي راس الزند عامله تجويف اسمه تجويف الزند، عامل زي حرف يو كده، تجويف اسمه تجويف الايه؟ الزند، بيدخل فيه العضد، في حاجه اسمها النطوء الداخلي للعضد بيركب في تجويف الزند عشان يكون مفصل اسمه مفصل الايه؟ الكوع. الخلاصه بتاعت القصه ان مفصل الكوع عباره عن ثلاث عظمات، القعبره مع الزند مع الايه؟ مع العضد. وما تنساش ان الزند ليها تجويف عامل زي كماشه كده او زي حرف يو بيركب فيه ايه؟ العضد، العضد طبعا عشان يثبته يا شباب. بعد كده يا اولاد لما اتحرك من الزند والقعبره او قبل ما اسيبهم عاوز اقول لك ملحوظه مهمه، ومين الاكبر في الحجم من رايك، الزند ولا القعبره؟ طبعا بالعين المجرده تقول لي دي القعبره يا دكتور، لا الاكبر في الحجم شوف هي الزند. طب تتعرف ازاي؟ تشوفها من المنظر الخلفي، يعني انت لو بصيت من المنظر الامامي
هتحس ان الكعبره اكبر من الزند. بينما لو بصيت من المنظر الخلفي وريتك دراع من ورا من الناحيه دي، بقى ده اسمه منظر خلفي، ده اسمه منظر امامي. لو وريتك من المنظر الخلفي اللي هنا وانا واقف كده، هتلاقي الزند اكبر بكتير من الكعبره. برضه هحط لك صوره، وارجع للصوره اللي في كتاب الشرح بتاع الامتحان، جايب لك هيكل عظمي كامل، واحد خلفي واحد امامي، وقارن ما بين العظمتين، هتلاقي فعلا ان الزند اكبر في الحجم من الكعبره. تمام كده؟ حلو. يبقى الاكبر في الحجم هو الزند. طب مين اللي ثابت ومين متحرك؟ قال لك خلي بالك ايدك بتعمل حركه جميله قوي. بصوا ايدي بتعمل ازاي؟ دي يا دكتور اسمها حركه نصف دائريه، حركه نصف دائريه. طب ازاي دي بتحصل؟ بصوا يا شباب، عشان الحركه دي تحصل لازم في حاجه مهمه تبقوا فاهمينها. لازم يكون في حاجه اسمها الاكسس او المحور، وده يتنيه ثابت، ويكون في عظمه بتلف حواليه. يعني لازم يكون عندي عظمه ثابته وفي عظمه بتلف حواليه، صح ولا مش صح؟ اصل لو الاثنين بيتحركوا تبقى مصيبه، هتلاقي ايدك بقى مش مظبوطه، متلخلخه، بتشخشخ، ده انت عندك بتتحرك. لا، لازم يكون في اكسس او محور ثابت وعظمه ثانيه بتلف حواليه عشان يديني الحركه دي. فاهمني؟ يعني انا اقصده ايه؟ عظمه ثابته وعظمه بتلف حواليه عشان يعمل الحركه اللي انت شايفها دي. طب مين الثابت ومين اللي بيلف يا دكتور؟ قال لك ان الزند بيكون ثابت، بينما الكعبره هو اللي متحرك حركه نصف دائريه حوالين الزند. تمام كده؟ دي معلومه مهمه تعرفها يا كمان. بعد كده يا اولاد اتفقنا، عضد ساعد، نيجي للرزغ. الرزغ دوت يا شباب عباره عن شويه عضمات صغيره غير منتظمه الشكل، شويه عظم صغير كده. عددهم قد ايه؟ قال لك 8 عضمات. يبقى العظم اللي متصفف في صفين دول يا اولاد عباره عن 8 عضمات صغيرين متصفين في ايه؟ في صفين، او متجمعين في صفين عشان يكونوا رزغ اليد. لاحظ بقى حاجه مهمه، ان الكعبره هي اللي بتتمفصل مع رزغ اليد، بينما الزند مش بيتمفصل معاه، الزند راح تمفصل مع الكعبره. يبقى تخلي بالك ان الكعبره هي اللي بتتصل بايه؟ برزغ اليد، الزند ما بتتصلش بيه. وقلنا عدد العظام هنا كان 8، مش عاوز اكتر من كده. بعد كده يا شباب ندخل على كف الايد. بصوا بقى ده كف ايد اهو، المنطقه دي يا شباب اسمها راحه اليد، المنطقه دي اسمها راحه الايه؟ اليد. وبعد كده دي اسمها اصابع. فلاحظ بقى قال لك في هنا عظم، على فكره لو ضغطت دلوقتي تقدر تقفش العظم اللي هنا ده، تقدر تقفشه لو ضغطت. في عظم ماشي في راحه اليد بعدد الاصابع. يعني ايه؟ يعني ده صابع اهو تلاقي في عظم قصاده هنا، ده صابع اهو تلاقي في عظم قصاده هنا، ده صابع اهو تلاقي في عظم قصاده هنا، عظم قصاده هنا، عظم قصاده هنا. فيبقى عندي 5 اصابع بخمس عظام في راحه اليد، 5 عظام في راحه اليد. يبقى المنطقه دي فيها كام عظمه؟ 5 عظمات. ركز عشان هنجمعهم دلوقتي. بعد كده نيجي للصوابع يا اولاد. لما تبص على الصابع ده مثلا تلاقي فيه 3 عقل، كل عقله بعظمه اسمها السلميات، اسمها السليمه يا اولاد. فانا عندي 3 سليميات في كل صابع، 3 عقل بثلاث عظمات اللي هم اسمهم ايه؟ العظمات الصغيره دي اسمهم سليمات يا اولاد. يعني عندي 3 سليمات هنا، نفس الفكره، 3 عقل بثلاث سليمات، 3 عقل بثلاث عظمات بثلاث سليمات، 3 عقل بثلاث عظمات بثلاث سليمات. ده بقى يا شباب عقلتين بعظمتين باثنين سليمه بس. يبقى انا عندي كام عظمه في الصوابع؟ والله يا دكتور انت معاك 4 اصابع، كل صابع فيه 3، يبقى 4 في 3 ب 12، يبقى معاك هنا 12 عظمه، وضيف عليهم الاثنين اللي هنا يبقى 14. يبقى الصابع الابهام فيه عظمتين بس او اثنين سليمه بس. تمام؟ يبقى معايا في الاصابع 14 عظمه. وقلنا معايا في راحه اليد المنطقه دي اسمها راحه اليد فيها 5 عظمات، يبقى 14 في الاصابع و5 في المنطقه دي، صح كده؟ يبقى انا معايا اللي باللون الازرق ديت يا اولاد الاصابع فيها كام سليمه يا شباب؟ فيها 14 سليمه. طب واللي بالاحمر ده، دي منطقه راحه اليد او عظام راحه اليد، عددهم قد ايه يا دكتور؟ 5 بعدد الصوابع، وقلنا العظام دي 8. تعال نجمعهم بقى، او تعال نجمع العظم اللي موجود، عدد العظم اللي موجود عندي هنا. احنا قلنا هنا 14 و5 14 في الاصابع اللي هي سليميات يعني، و5 راحه يد، يبقى بنتكلم في 19. 19 و8 في الرزغ، يبقى بنتكلم في 27 عظمه. 27 وعندي في منطقه الساعد، منطقه الساعد هنا في عظمتين كعبره وزند، يعني 27 وهنا في 2، يبقى بنتكلم في 29. 29 ومعايا عظمه فوق اسمها العضد، هنا في عظمه واحده اسمها العضد، يبقى معاك 30. يبقى دراعي في كام عظمه يا اولاد؟ دراعي يعني من اول العضد، احنا قلنا روح الكتف والترقوه ده اسمه الحزام الصدري، بينما الدراع او الطرف العلوي ده من اول العضد. هنا عظمه اللي هي العضد، عظمتين كعبره وزند، الرزغ فيه 8، راحه اليد فيها 5 عظمات، الصوابع فيهم 14 سليمه او 14 عظمه، يبقى كله على بعضه 30 ايه؟ عظمه. طب لو قال لي يا دكتور عدد عظام الطرف العلوي مع الحزام الصدري، الحزام الصدري عظمتين الترقوه وروح الايه؟ الكتف. يبقى الحزام الصدري مع الطرف العلوي 32 عظمه. خلي بالك احنا بنتكلم على طرف واحد، ممكن يسال على طرفين، يبقى هنضرب في 2، يبقى الدراعين الاثنين مع بعض ب 60،
وعندك هنا عظمتين لوح كتف وترقوه، وهنا لوح كتف وترقوه، يبقى كلهم على بعض الحزام بالطرف العلوي 64 عظمه. تمام كده؟ اظن ده تمام وسهل خالص. طبعا يا شباب نتفق معاكم ان احنا بنشرح هنا الاساسيات، الملاحظات زي من ان مفصل الكتف هو اكثر مرونه، وان مفصل الكتف مثلا ده اكثر عرضه للانخلاع، والكلام ده كله الملاحظات اللي شبيهه بكده نتفق بس الايه المباشر بنعلق فيها مع بعض براحتنا يعني على الحتت دي مع بعض. تمام؟ كويس قوي يا دكتور. ايه كمان يا دكتور؟ والله يا شباب كده احنا عرفنا الطرف الايه العلوي واظن هو سهل. تعالى بقى ناخد الطرف السفلي. هو ايه اللي انت رسمه ده يا دكتور؟ ده منطقه الحوض يا ولد. بصوا بقى يا شباب، المفروض دي منطقه الحوض. احنا قلنا الرجلين عشان تثبت في الحوض بيطلع حاجه اسمها الحزام الحوضي، ده كله على بعضه اسمه الحزام الحوضي. يعني اللي انا هظلله بالاحمر ده كله على بعضه اسمه الحزام الايه الحوضي. هحط لك طبعا الصوره بتاعته، ده اساسي. تمام كده؟ طب الحزام الحوضي يا دكتور بيتكون من ايه بقى؟ بصوا يا شباب، انا هقول لك الاول الحوض كله على بعضه بيتكون من ايه. الحوض كله على بعضه بيتكون من عظمه كبيره على اليمين وعظمه كبيره على الشمال، فكده عظمتين، وعظمه ماسكه الاثنين مع بعض اللي هي مين دي؟ دي الفقرات العجوزيه خدناها قبل كده، واللي تحتها دي العصعصيه. واحنا اتفقنا العجوزيه ده هي بكام عظمه؟ عظمه واحده يا دكتور انها فقرات ملتحمه. طب والعصعصيه دي كام عظمه؟ عظمه واحده يا دكتور لانها عظمه برضو فقرات ملتحمه. يبقى انا معايا هنا عظمتين وعظمه كبيره على اليمين وعظمه كبيره على الشمال، يبقى الحوض بشكل عام، انا بقول الحوض بقى مش بقول الحزام الحوضي، الحوض بيتكون من اربع عظمات. الحوض بيتكون من كام عظمه؟ من اربع عظمات. طب الحزام الحوضي يا دكتور، الحزام الحوضي يا شباب هي العظمه الكبيره اللي على الطرف دي، فانا عندي حزام حوضي على اليمين وحزام حوضي على الشمال، يعني انا ظللته بالاحمر ده هنا ده الحزام الحوضي على الناحيه الايه؟ اسف ده اليمين، حزام الحوضي على الناحيه اليمين، بينما ده الحزام الحوضي قصاده هو على الناحيه الشمال. فتعال نشوف الحزام الحوضي ده بيتكون من ايه؟ قال لك دي عظمه واحده. بيتكون من عظمه ايه؟ واحده. فعندك عظمه على اليمين وعظمه على الشمال. بس العظمه الواحده دي يا شباب بتتقسم لثلاث مناطق. بصوا بقى. المنطقه اللي فوق دي اسمها الحر قفا. المنطقه اللي تحت دي اللي انا هظللها بالازرق دلوقتي دي اسمها منطقه العانه. اللي عامله دايره من تحت دي يا شباب اسمها عظمه الورك او الورك. يبقى انا معايا فوق الحر قفا، هنا العانه، وتحت الورك. تمام كده؟ حلو قوي يا دكتور. بس هما كام عظمه؟ خلي بالكوا، انا ما قلتش ان هما ثلاث عظمات، انا قلت هي عظمه واحده بس كلهم لاحمين في بعض، كلهم متصلين في بعض، فهي عظمه واحده بالنسبه لي. بس كام منطقه؟ ثلاث مناطق بثلاث حتت يعني، بس لاحمين في بعض فبعتبرهم عظمه واحده. من فوق الحرقوفه، العانه، الورك. خلي بالك بقى، هي الحرقوفه ديت يا دكتور تبقى ناحيه باطنيه يعني من قدام ولا ناحيه ظهريه؟ هقول لك خليك ناصح، هي الحرقوفه دي قفشه في مين؟ في الفقره العجوزيه يا دكتور. معنى انها قفشه في الفقرات العجوزيه يا شباب ان هي متصله من ورا ولا من قدام؟ ده الفقرات العجوزيه يا دكتور موجوده في ظهري من ورا، يبقى الحرقوفه دي متصله في الظهر من ورا. طبعا هحط لكم صوره، واحده واقفه في ظهرها او واحد واقف في ظهره، طبعا هحط لكم صوره فيها واحد واقف في ظهره، حد واقف في ظهره يعني، والحرقوفه باينه من ورا من الظهر عشان تفهم انا اقصد ايه. تمام؟ فالحرقوفه ديت من جهه الظهريه عشان مع العجوزيه، بينما العانه، العانه دي من قدام يا اولاد، تلاقوا العينه متصله مع بعض من قدام في حته كده، الحته دي عباره عن غضاريف يا ولاد، في غضاريف موجود في المنطقه دي كده اللي انا عملته بالاحمر ده اللي انا عمال اعيد عليه، دي اسمها منطقه الارتفاق العيني. فركز بقى معايا كده، العظمه عظمه حزام الحوض اللي على اليمين وعظمه حزام الحوض اللي على الشمال بيتصلوا مع بعض من ورا من الفقرات العجوزيه، بينما بيتصلوا مع بعض من قدام بمنطقه الارتفاق الايه؟ العيني. خلي بالكم من الحته المهمه دي. تمام قوي؟ تمام يا دكتور. بنلاقي بقى في الحزام الحوضي شوف منطقه مجوفه، نفس الفكره، مش احنا قلنا في لوح الكتف من فوق في حته مجوفه عامله تجويف اسمه الاروح، تحت هنا يا ولاد نفس الفكره برضو في تجويف او حته عامله تجويف اسمه التجويف الحقي. فيبقى التجويف ده يا شباب اسمه التجويف الايه؟ الحقي. خلي بالك بقى، قال لك التجويف الحقي اعمق بكتير من التجويف الاروح. يعني مثلا لو تجويف الاروح عامل كده تلاقي التجويف الحقي عميق قوي، واسع قوي من جوه يا شباب، فهو عميق زي الحفره العميقه كده. فمين الاعمق؟ قول التجويف الحق اعمق من التجويف الايه؟ الاروح. طبعا يا شباب واضح جدا ان التجويف الحق ده بيتصل فيه، طبعا الصوره هتبقى موجوده هتبقى واضحه قدامكم، خلينا نيجي كده عشان يبقى في مكان نعرف احط لكم في الصوره. بصوا يا شباب، طبعا واضح جدا ان التجويف الحقي هيدخل فيه العظمه اللي عليها الدور دي. هي مين دي يا دكتور؟ بصوا، المفروض اول جزء في رجلي، طبعا انا عارف ان مش هتظهر في الكادر، بس انت اقف كده بعد منطقه الحوض تبدا الرجل، منطقه الفخذ، صح ولا مش صح؟
منطقه الفخذ دي حظ الفزر العظمه اللي فيها اسمها ايه؟ ايوه اسمها عظمه الفخذ. يبقى بيجي بعد منطقه الحوض عظمه الفخذ. طب ازاي يا دكتور هنربط الرجل بالحزام الحوضي؟ ازاي نخليه يتصل بالحزام الحوضي؟ قال لك ان عظمه الفخذ ليها راس برضو دائريه تروح تركب في التجويف، نفس فكره الكتف من فوق. ادي التجويف الحقي مثلا، وادي عظمه الفخذ ليها راس دائريه تروح تركب في قلب التجويف عشان تثبت فيه. فتكون مفصل، حذر فزر المفصل اللي هيتكون اسمه ايه؟ قال لك لما الحزام الحوضي او الحوض يتصل بعظمه الفخذ يكون مفصل اسمه مفصل، ايوه الفخذ. الموضوع سهل. يبقى منطقه الفخذ في عظمه اسمها عظمه الفخذ تتصل بالحزام الحوضي في منطقه اسمه التجويف الحقي عشان يعمل مفصل. مفصل اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه مفصل الفخذ اللي يخلينا نعرف نحرك رجلي يا شباب. تمام، حلو قوي. اسمه مفصل الفخذ اللي يخلينا نعرف احرك رجلي من فوق، ارفع رجلي انزلها وهكذا. اتمنى تكون الحته دي سهله ووصلت لكم يعني يا شباب. تمام، تمام قوي. بعد كده يا شباب بعد الفخذ ننزل لمنطقه الركبه. عند منطقه الركبه يا اولاد يجي لك او انا بص، المفروض الفخذ ركبه وبعد كده الساق. يبقى انا هوصل لمنطقه الساق. خلي بالكم برده من حاجه مهمه، الفخذ هي اطول عظام الجسم. ما يخرجش ان انا رسمه قصيره، انا رسمه قصيره عشان السبوره بس، عشان اعرف اجيبها في السبوره. لكن مثلا بص على الرسمه اللي انا حاططها لك دلوقتي، هتلاقي ان اطول عظام الجسم عظمه الفخذ. بتفرج على الفخذ كده وقارنها باي عظمه حواليها تلاقيها فعلا طويله قوي. تمام، فعظمه الفخذ دي بقى يا شباب، عظمه الفخذ يجي بعد كده او بعد ما نسيب منطقه الفخذ ننزل لمنطقه الساق، نلاقي عظمه كبيره قوي اسمها القصبه، وعظمه جنبها صغنطوطه اسمها الشظيه. خلي بالكم بقى، القصبه ناحيه صابع رجلي الكبير، القصبه ناحيه صابع رجلي الايه الكبير، بينما الشظيه الناحيه الثانيه الجهه الخارجيه ناحيه الصابع الصغير. تمام، فخلي بالكم من الحته دي. تاني حاجه قال لك بعد ما تسيب منطقه الساق، او قبل ما تسيبها يعني، دي اسمها منطقه الساق يا ولاد، قلنا عباره عن قصبه وشظيه. الاقي بقى يا ولاد الفخذ يتمفصل مع القصبه وتيجي قدامهم عظمه دائريه الشكل كده، اسمها ايه دي يا دكتور؟ اسمها الرطفه، عشان تكون لي مفصل اسمه مفصل الركبه. عارفين مفصل الركبه طبعا، اه، اللي انا بحرك بيه رجلي كده صح. فمفصل الركبه عباره عن ايه؟ عباره عن الفخذ مع القصبه والرطفه، ثلاث عظمات دول مع بعض يكونوا مفصل الركبه. طب والشظيه يا دكتور؟ انت شايف الشظيه طلعت اتصلت مع الفخذ؟ الشظيه راكبه في القصبه، الشظيه لحمه في القصبه، مالهاش علاقه باللي فوق خالص، صح ولا ايه؟ فالشظيه ما بتدخلش في تكوين مفصل الايه؟ الركبه. اللي بيدخل في تكوين مفصل الركبه هو القصبه والرطفه والفخذ، لكن الشظيه مالهاش علاقه بالقصه. بعد ما نسيب منطقه الساق يا اولاد نلاقي منطقه اسمها منطقه رزغ القدم. منطقه رزغ الايه؟ القدم او كعب القدم. دي عباره عن كام عظمه يا دكتور؟ قال لك سبع عظمات. هي رزغ الايد كام عظمه يا اولاد؟ قلنا ثمان عظمات، لكن دي عباره عن كام عظمه؟ سبع عظمات. اكبر عظمه فيهم هي عظمه الكعب يا اولاد، او العرقوب، عرقوب القدم او الكعب. الكعب هو عرقوب القدم، فهي اكبر عظمه في السبع اسمها عرقوب القدم او الكعب بتاع القدم يعني. بعد كده يا شباب مشط رجلنا، طبعا هحط لك الصوره، في حاجه اسمها امشاط. زي ما هنا كان في حاجه اسمها عظام راحه اليد، هناك في حاجه اسمها عظام مشط القدم. عظام مشط الايه؟ القدم. نفس الفكره، عندي خمس صوابع في رجلي بخمس عظمات في مشط القدم. بعد كده ندخل على الاصابع، قال لك كل صابع بيبقى فيه ثلاث عقل، يبقى ثلاث سلميات. فتلاقي كل الاصابع يا اولاد فيها ثلاث سلميات ما عدا صابع رجلي الكبير فيه اثنين بس. فاكرين بتاعت الايد؟ الايد قلنا ده كله فيه ثلاثه ما عدا الابهام فيه اثنين بس. نفس الفكره، صوابع رجلي كلها فيها ثلاث سلميات ما عدا صابع رجلي الكبير فيه اثنين بس. ايه ده يا دكتور؟ يعني عاوز تفهمني ان الصبع الصغنطوط قوي ده فيه ثلاث عظمات بس، وصابع رجلي الكبير فيه عظمتين بس؟ اه، ايه المشكله؟ الصغير فيه ثلاث عظمات صغنطوطين، والكبير فيه عظمتين بس كبار شويه، فاهمني؟ ده عادي يعني، ما فيهاش اي مشكله. اتمنى الحته دي تكون واصله يعني. فيبقى عندي كام عظمه يا شباب في صوابع رجلي؟ قال لك في صوابع رجلك في 14 عظمه. وقلنا عدد عظام مشط القدم قلنا خمسه، والرزخ سبعه. طب والساق بتاع رجلي يا دكتور؟ ساق رجلي فيه عظمتين، واحده اسمها القصبه وواحده اسمها الشظيه، فيبقى فيها اثنين. عند الركبه في عظمه اسمها الرطفه يا اولاد، فانا معايا عظمه كمان اسمها الرطفه. نطلع لمنطقه الفخذ نلاقي عظمه اسمها الفخذ. كده الرجل خلصت، لان الرجل بتبدا من اول الفخذ. تعال نعد كده، ادي واحد اثنين اربعه، اربعه وسبعه 11، 11 وخمسه 16، 16 و14 30. يبقى انا على رجلي فيها كام عظمه يا اولاد؟ 30 عظمه. زي ما دراعي كان فيه 30 عظمه فوق، رجليا من تحت برضه فيها 30 عظمه، سبحان الله. بس خدوا بقى التركيه فين؟ فوق يا اولاد كان الدراع مع الحزام الصدري 32، تحت يا اولاد الرجل مع الحزام الحوضي 31، لان احنا اتفقنا الحزام الحوضي عباره عن عظمه واحده، بينما
الحزام الصدري عظمتين ترقوة ولوح كتف، تمام كده؟ أظن دي سهلة خالص كده. الطرفين العلويين والطرفين السفليين خلصوا، والحزام الصدري خلص، والحزام الحوضي خلص، أظن سهلين. طبعا الفنيات اللي عليهم هتبقى في البث المباشر بإذن واحد أحد اللي موجود على جروب الإيه تليجرام، هو موجود، هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان لو عاوز إيه تدخل تستفيد حتى من الفترة المجانية يعني. تمام، حلو قوي كده. يعتبر يا شباب احنا خلصنا الهيكل الايه العظمي، تعال بقى نتنقل للغضاريف اللي عليها الدور يا اولاد الغضاريف. بس قبل ما نسيب الغضاريف، افتكر دايما ان العظام عباره عن نسيج ضام تم ترسيب به الكالسيوم. العظام هي عباره عن نسيج ضام مرسب بها الايه الكالسيوم. دي نقطه حطها كده تحتها ثلاث خطوط وما تنساش ابدا. اتمنى تكون وصلت. نمسح السبوره بقى ونتنقل للايه لباقي الدرس اللي هو شويه الغضاريف والكلام ده، حاجات سهله يعني. انا بقى يا شباب نكمل باقي الايه الدرس. احنا كده يعتبر خلصنا الجهاز الهيكلي، ندخل بقى على الغضاريف. المفروض في غضاريف ومفاصل واربطه واوتار. تعالى ناخد الغضاريف مع الاربطه مع المفاصل، اسف مع الاوتار، ونخلصهم مع بعض، وبعد كده المفاصل في المرحله اللي بعدين. اول حاجه في الغضاريف، اعرف ايه هو نوع النسيج في كل واحد فيهم يا اولاد. فلك الغضاريف عباره عن نسيج ضام. نسيج ضام يا شباب، على فكره هو العظم نسيج ايه؟ العظم نسيج ضام تم ترسيب الكالسيوم به، تمام؟ بينما الغضاريف ده عباره عن نسيج ضام غير مرصب به الكالسيوم، ما فيهوش كالسيوم، عباره عن نسيج ضام لا يرسب به الكالسيوم. وبالتالي يا شباب الكالسيوم لما اتحط في العظم خلاه حاجه صلبه. هنا الغضاريف بتكون مرنه، نسيج ضام مرن. ليه مرن؟ لان مش مرصب في الكالسيوم، مش مديله صلابه، صح ولا مش صح؟ فالنقطه دي مهمه. تاني نقطه، اسال نفسي هو موجود فين؟ الاقي الغضاريف دي فين؟ احنا ممكن نلاقي الغضاريف دي في اجزاء من الجسم يا اولاد، او موجوده في اعضاء في الجسم. زي ايه يا دكتور؟ زي الانف، زي الاذن. هو ايه اللي خلاني اعرف اعمل الحركه دي في وداني دلوقتي يا شباب وانتم شايفيني كده؟ انها فيها ماده من اسمها الاستيك فايبرز، او فيها غضاريف يعني يا اولاد. الغضاريف دي مرنه بتسمح ان انا انقبض واضغط عليها. يبقى حاجات زي الاذن، حاجات زي الانف، حاجه زي القصبه الهوائيه كنا واخدينها في ثانيه ثانوي. قلنا ان القصبه الهوائيه بالله فيها حلقات من الغضاريف عشان تنيها مفتوحه، لو فاكرين. قلنا في ثانيه ثانوي ان القصبه الهوائيه فيها حلقات من الغضاريف عشان تنيها مفتوحه. يبقى انا ممكن الاقيها مثلا في حاجه في الجهاز التنفسي زي القصبه الهوائيه، في الانف، في الاذن، او الاشهر يا شباب وغالبا هنلاقيها دايما في المناطق دي بين العظام المتمفصله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حاجه مثلا زي الفقرات يا شباب. لو دي فقره مثلا رقم 2 ودي الفقره رقم 3، الاقي ما بينهم طبقه من الغضاريف. يبقى بتوجد برضو الغضاريف دهيت ما بين الفقرات الاسف ما بين العظام المتمفصله بشكل عام. ممكن يكون العظام المتمفصله دي فقرات، ممكن تكون العظام المتمفصله ديت حاجه زي مفصل الكتف، ما هي العضد مع روح الكتف، ممكن زي الكوع. اي مفصل بقى هيبقى فيه عظمتين بيقابلوا بعض هتتكسي المنطقه ديت بايه؟ بغضاريف يا شباب. طب ليه يا دكتور؟ ليه اسيبكم تغذيه دلوقتي، تعالى نتكلم على الوظائف. ليه الغضاريف بتكسي مناطق العظام دي؟ ليه موجوده ما بين الغضاريف دي موجوده ما بين الفقرات وبعضها؟ ليه هتكون موجوده ما بين العظام المتمفصله؟ يعني ليه مثلا ما بين الفخذ وما بين البتاع اللي هو مثلا نلاقيها موجوده بالمنظر ده كده؟ نلاقيها مغطيه عظمه الفخذ في المكان المتمفصله فيه، وبرده مغطيه عظمه القصبه في المكان المتمفصله فيه. ليه نلاقيها مغطيه اسطح العظام يا شباب المتمفصله؟ اصل بالراحه خالص يا اولاد، انا دلوقتي لما بعمل الحركه دي عارفين ايه اللي بيجرى؟ في عظمتين قصاد بعض بيتنوا يفردوا، صح ولا مش صح؟ فبيحصل ما بينهم احتكاك. فانا لو مش حاطط الغضاريف ديت يا اولاد، الاحتكاك ده هيؤدي لتاكل العظام، والمفصل يتدمر بسرعه وينتهي امره. بس ربنا سبحانه وتعالى عالم بخلقه، فخلى العظام ديت مكسيه بالغضاريف. الغضاريف ميزتها انها مرنه وهتقلل الاحتكاك ما بين العظام. فكده الاحتكاك اللي ما بين العظام هيقل. طب لما يقل الاحتكاك بين العظام هيقل تاكل العظام، وبالتالي هحمي العظام من التاكل. يبقى الوظيفه الاساسيه للغضاريف الاساسيه يا شباب انها تعمل على حمايه العظام من التاكل عند مناطق التمفصل. بس كده يا دكتور؟ لا. فاكرين يا شباب القفص الصدري اللي احنا لسه اتكلمنا عليه من شويه؟ في القفص الصدري يا اولاد كان الضلع بيروح يتصل بالقص عن طريق غضروف، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. وقلنا ليه الغضروف ده كان موجود هناك مع القفص الصدري؟ لو فاكرين هترد عليا دلوقتي وتقولوا لي اصل يا دكتور كان بيساعد في عمليه التنفس. يبقى ممكن يكون من ضمن وظائف الغضاريف هي حمايه العظام من التاكل والمساهمه في حركه القفص الصدري اثناء التنفس. هيجي لكم في تمرين امتحان مراجعه نهائيه يقول لك الغضاريف الموجوده ما بين الضلع وعظمه القص
هدفها حمايه العظام من التاكل، ولا الهدف منها مساعده في حركه القفز اثناء التنفس؟ طبعا العيال كلها بتجري تختار ايه؟ حمايه العظام من التاكل. يا باشا حمايه العظام من التاكل ايه؟ اصل انت عشان تحمي عظام من التاكل لازم يكون في حركه محترمه، العظام تتحرك تعمل حركه محترمه. طب هو الضلع بيروح يقفل ويفتح جنب القص؟ لا، ده مجرد بصوا صح ولا مش صح؟ مجرد بنفخ وهوي، انفخ وهوي، حركه محدوده مش الحركه اللي هي برضه معايا كده يا شباب. فانا معنى كده ان الغضاريف موجوده مرنه تستحمل ان الشيء ان الصدر احنا قلناها قبل كده بقى يوسع ويرجع تاني، يوسع ويرجع تاني. فهي الهدف من الغضاريف اللي هنا لا مش الهدف الاساسي انها حمايه من التاكل، الهدف الاساسي انها تساهم في الايه؟ في الحركه. طب التغذيه يا دكتور، هي الغضاريف دي نسيج حي ولا ميت ولا ايه الحوار؟ الغضاريف عباره عن نسيج حي يا شباب بس ما فيهوش اوعيه دمويه. يعني يا دكتور؟ هي ايه الاول الاوعيه الدمويه يا اولاد؟ الاوعيه الدمويه دي اللي هي الشرايين والاورده. طب معلش يا دكتور، انت بتقول لي الغضاريف نسيج حي، وطالما هي نسيج حي يعني محتاج ياخد غذاء، محتاج ياخد اكسجين، محتاج ياخد ميه. طب ازاي هيبقى حي وبياخد الكلام ده وانت لسه قايل لي دلوقتي حالا ان ما عندوش اوعيه دمويه، ما عندوش شريان وريد يجيب له الكلام ده، هياخد ازاي بقى الميه والغذاء؟ قال لك بسيطه، الغضاريف بتاخد الغذاء من العظام المحيطه يا اولاد. هي بتاخد بشكل عام من الانسجه اللي محوطاها. يعني مثلا ده غضروف صح، وتحت ده فقره، اسف دي فقره عظميه، والثلاثه دي فقره عظميه، وفي النص ايه؟ غضروف. الغضروف ده عشان ياخد الغذاء يسحب من الاكل او الاكسجين من الفقره رقم 2 ويسحب الاكل والاكسجين من الفقره رقم 3 بخاصيه الانتشار. يبقى بيعمل على سحب او بيستمد المواد الغذائيه بتاعته، والله بيستمدها من الانسجه المحيطه واللي غالبا هتكون عظام، لان معظم الغضاريف يا شباب موجوده حوالين العظام في مناطق التمفصل. فغالبا يا شباب بياخد المواد الغذائيه بتاعته من الانسجه المحيطه عن طريق الانتشار. الاكسجين ينتشر من العظام ويروح للغضاريف، المواد الغذائيه تنتشر من العظام وتروح للغضاريف، طب خلايا الغضاريف ديت نتج عنها فضلات تنتشر من مكان الغضاريف وتروح للعظام وهكذا. يبقى الغضروف ما عندوش اوعيه دمويه بس بياخد الغذاء بتاعه من الانسجه المحيطه واللي غالبا هتكون عظام. اظن ان كده الغضاريف سهله ما فيهاش حاجه. نتنقل لحاجه ثانيه بقى يا شباب اسمها الاربطه. الاربطه برده نسيج ضام، بس بيمتزن النسيج ضام في نوع من انواع المتانه والمرونه، عامل زي الاستك يا ولاد، على درجه عاليه جدا من المرونه. يبقى نسيج ضام على درجه عاليه من الايه؟ من المرونه. طب قال ايه فين ده يا دكتور؟ قال لك الاربطه بتربط العظام ببعضها. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو لقيت اي مفصل او اي عظمتين مربوطين ببعض او في حاجه طالعه ربطهم ببعض ده رباط. يبقى الرباط دايما بيربط عظمه بعظمه، لان كمان شويه هقول لك الوتر بيربط حاجه ثانيه بحاجه ثانيه، بيربط عظمه بحاجه ثانيه خالص. فاللي يربط عظمه بعظمه ده اسميه ايه؟ رباط. الرباط ده عامل زي الاستك يا اولاد، مرن بينفع يتشد. معايا كده؟ اشهر الاربطه يا اولاد واللي عندكم في المنهج هي الاربطه اللي موجوده في الركبه. يعني مثلا لما اجي على الركبه المفروض دي يا شباب مثلا الفخذ، بينما دي مثلا القصبه، بينما دي مثلا الشظيه. تمام كده؟ اللي تلاقي في حاجه بقى عامله زي الاستك اللي انا عاملها بالازرق ديت يا شباب، خارجه من الفخذ راح تربطه بالشظيه، فده يسموه رباط جانبي. اول حاجه انا ليه سميته رباط يا دكتور؟ عشان ده خرج من عظمه وراح يربط بعظمه. طب اسمه رباط ايه؟ هو ده ليه اسمه مميز، اسمه رباط جانبي. طب الناحيه الثانيه يا شباب في كمان رباط موجود هنا اهو، ده ربط ايه بايه؟ ده ربط الفخذه اللي هي عظمه بالقصبه اللي هي برده عظمه، ده اسمه رباط ايه؟ وسطي. في النص يا شباب رباط مشهور جدا، واحد من قدام وواحد من الداري وراه اللي انا بعيد عليه دلوقتي، ده مين دول يا دكتور؟ دي الاربطه الصليبيه، بس واحد من قدام فعندي صليبي امامي وواحد من ورا فعندي صليبي خلفي. طبعا هحط صور هيبقى واضح فيها الكلام ده بسهوله جدا. يبقى تاني الرباط نسيج ايه؟ ضام. ايه مميزاته يا دكتور؟ قوي وعنده درجه عاليه من المتانه، في نفس الوقت مرن جدا زي الاستك بالظبط. طب بيعمل ايه يا دكتور؟ بيربط العظمه بعظمه، يربط عظمه بعظمه. تمام يا دكتور. طب انا عرفت انه بيربط عظمه بعظمه، وعرفت الاربطه اللي موجوده في مفصل الركبه ان عندي جانبي وعندي وسطي وعندي صليبي امامي وخلفي. طب معقول يا دكتور دي وظيفه الاربطه بس؟ قال لك لا، الاربطه يا شباب موجوده اصلا عشان تتحكم في اتجاه الحركه بتاعت المفصل، هي اللي بتحدد اتجاه حركه المفصل يا شباب. هو ايه اللي خلى مثلا المفصل ده شغال في الاتجاه ده كده بس؟ من ضمن هي اسباب كتير طبعا، بس من ضمن الاسباب اللي خليه يعمل الحركه دي بس ان الرباط اللي رابط العظمتين اللي هنا ببعض مخليها الاتجاه الحركه كده، ده متسبب من ضمن الاسباب. تمام؟ فيبقى الرباط موجود لهدفين، اصل انا بربط عظمه بعظمه ليه؟ للتثبيت. يبقى تثبيت العظام ببعضها عن طريق ربط عظمه بعظمه، او لتحديد اتجاه
ده يعني ميزه تانية او وظيفه تانية، لتحديد اتجاه حركه العظام. تمام كده يا شباب؟ هتخلي بالكم من النقطه دي، اتجاه الحركه دي مهم جدا، لان بيقعد يلعب عليها في الاسئله. يقول لك لو ده باظ ايه اللي هيجري اتجاه، ايه اللي هيجري لما يفصل طول اتجاه الحركه بتاعه هيبوظ وهكذا. طب ايه اللي يجري يا دكتور لما يحصل قطع في الرباط؟ هو ممكن يحصل اصلا قطع في الرباط يا دكتور؟ اه طبعا. ما شفتوش يا شباب اللاعب لعيبه الكوره اشهر اصابه عندهم ده جاله الصليبي. على طول الشباب هيبقوا فاهمين انا بتكلم على ايه؟ اشهر اصابه ده جاله الصليبي. اشهر اصابه ده جاله الصليبي على طول، تمام؟ فايه القصه يا دكتور؟ والله يا شباب الرباط ده ممكن يتقطع، هو اي نعم مرن بس كل حاجه ليها حدود. يعني الاستيك شد شد يشد معاك شد معاك شد معاك، ولكن لو شدته قوي 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 يتقطع. فلو اتقطع يا شباب اول حاجه التثبيت باظ، العظم اللي كان مثبت مع بعضه باظ، اتجاه حركه العظام في ده راح في داهيه خلاص، اللي كان بيحدد اتجاه الحركه باظ اللي هي من ضمن الاسباب يعني، فيبوظ اتجاه الحركه. المفصل ما يبقاش ثابت يا شباب طبعا، مع وجود الم شديد وعدم القدره على المشي وحصول تورم الى اخره. نعالجه ازاي؟ والله على حسب. لو مجرد مزق في الرباط بس احنا ممكن نمشي حاجه اسمها كونزرفاتيف تريتمنت، يعني ايه؟ اديله ادويه او مضاد للالتهابات وشويه ادويه كده ومسكنات للالم لغايه ما هو جسمه يصلح العيب ده او يصلح المزق اللي حصل. طب لو اتقطع خالص يا دكتور، يعني هير بقى اي هاف تو دو ايه سيرجيكال تريتمنت. هنا بقى يا شباب انا مضطر ادخل واعمل خياطه للايه؟ للرباط. تمام كده؟ حلوه يا دكتور. طب ايه اخبار التغذيه بتاعته؟ قال لك الاربطه بتحتوي على اوعيه دمويه كويسه، بتوفر لها المواد الغذائيه، بتوفر لها الاكسجين، بتوفر لها الميه، بتوفر لها كل حاجه. فكده الرباط عنده اوعيه ايه؟ غذائيه او اوعيه دمويه بتوفر المواد الغذائيه. تمام؟ نيجي بعد كده يا شباب على الاربطه. ايه هي الاربطه يا دكتور؟ برضه نسيج ضام. بس ضام ايه بقى؟ قوي على درجه عاليه من القوه والمتانه. تاني كان قوي بس في نفس الوقت في مرونه عاليه. ده هنا قوي ومتانه عاليه بس المرونه بتاعته سيئه. وخلي بالكم حته المرونه وحشه. يبقى الاوتار برضه نسيج ضام، ولكنه نسيج ضام قوي وعلى درجه عاليه من المتانه، ولكن المرونه بتاعته قليله للاسف، عكس الايه؟ الاربطه. الاربطه كانت قويه بس مرنه جدا. طب هو الاوتار بتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك الاوتار بتربط العضله بالعظمه. ركز معايا. يبقى لو جاب لي اي رسمه ولقيت في حاجه عامله زي الاستيك او حاجه لونها ابيض او ايا يكن جاي شكلها عامل ازاي، ربط لي عظمه بعظمه، قول لي وتر. اسف، قول لي اربطه. طب لو لقيت حاجه ربطت عضله بعظمه، عضله بعظمه، قول لي اوتار. يعني مثلا في المثال اللي عندكم ده يا شباب، الاحمر اللي فوق ده دي عضله اسمها العضله التوأميه، واللي تحت ده وتر اسمه وتر اخير. هو فين ده يا دكتور؟ عارفين يا شباب لما تمسك رجليك من ورا، امسك رجليك من ناحيه الكعب كده، تلاقي في حاجه عامله زي الخيوط التخينه ماشيه في رجليك من ورا. هو ايه ده يا دكتور؟ ده وتر اخير. يبقى وتر اخير ده بيربط العضلات بالعظام، زي وتر الوتر بشكل عام بيربط العضلات بالعظام، زي وتر اخير اللي بيربط العضله التوأميه اللي هي السمانه يا اولاد، اللي هي العضله اللي ورا دي في ظهر رجلي من ورا من تحت خالص. تمام؟ هبقى احط لكم صوره طبعا. بيربط العضله التوأميه بعظمه كعب القدم، بعظمه كعب الايه؟ القدم، يعني ده الكعب يا اولاد. فاللي بيربط العضله التوأميه بكعب القدم هو وتر اسمه وتر اخير. طبعا الاسم مهم. طبعا وتر اخير ده يا شباب اهم حاجه عندك تعرفه عنه انه عرضه بنسبه كبيره قوي انه ممكن يحصل له تمزق. ليه يا دكتور ممكن يحصل له تمزق؟ والله مثلا انت جيت على نفسك، واحد نزل الجيم وبيلعب تمرين رجل واتغاب على نفسه، واحد مثلا حصل له موقف ان العضله التوأميه عملت انقباضات، قعدت تنقبض بسرعه متتاليه وسريعه، فهي عماله تنقبض تشده، تنقبض تشد الوتر، تنقبض تشد الوتر، واحنا متفقين ان الاوتار هي اي نعم قويه بس المرونه بتاعتها ايه؟ وحشه. طب الرباط لو اتشد هيبقى عامل زي الاستيك، ده مش هيبقى فيه القصه دي. فلو العضله التوأميه ثلاثه تنقبض هتقوم شد الوتر ومزقاه تقطعه على طول، تمزقه او تقطعه. معايا كده؟ فنخلي بالنا من الحته دي ان وتر اخير عرضه للتمزق او القطع نتيجه مثلا لحاجه زي ايه؟ ان العضله التوأميه بيجي لها انقباضات متتاليه وسريعه نتيجه لتشنج عضلي، نتيجه مثلا لتعب عضلي، ايا يكن السبب بقى، بس ده اللي حصل يعني. طب ايه اعراض المريض ده؟ والله لما وتر زي وتر اخير يتقطع يا شباب، اول حاجه هيحس بالم شديد، منطقي جدا، ده انت قطعت حته من جسمه، حته اتمزقت. تاني حاجه يا اولاد هيبقى عنده صعوبه جدا في حركه القدم. اصل زي ما انتم شايفين هو ايه القصه؟ هو ازاي عظم ايدي بيتحرك بالمنظر ده؟ ازاي قادر احرك ايدي بالمنظر ده؟ قال لك اصل في عضلات متصله بعظام يدي عن طريق اوتار. العضله دهيت يا اولاد لما تنقبض وتنبسط تؤدي لحدوث الحركه. هي بتتحرك مين بالظبط؟ بتتحرك العظم. يبقى الفكره كلها يا شباب اللي بيحرك العظم اصلا هي العضله اللي بتنقبض وتنبسط. طب ازاي العضله دي لما تنقبض وتنبسط هتحرك العظمه؟ لان في حاجه مربطه العضله بالعظمه اللي هو الوتر. فالوتر ده هو لو اتقطع
مع السلامه، مهما تنقبض وتنبسط ما انت مش هتعرف تحرك العظام، يبقى هيبقى عنده مشكله في المشي، هيحصل له الام شديده، يحصل له عدم القدره على الاتزان او عدم القدره حتى على الايه؟ على المشي. طبعا انا عالجه ازاي؟ والله انا راح اشوف لو لقيت القطع، طبعا الصوره بتنحط، لو لقيت القطع مش كبير وصغير بنعمل حاجه اسمها ميديكال تريتمنت، او ان انا مثلا اديله كونزرفتيف تريتمنت، اللي هو يعني ايه يا دكتور؟ بديله مضاد التهابات، اديله مسكن للالام، اعمل له جبيره طبيه عشان ما يتحركش وبالتالي ما يزودش قطع الوتر. او لو لقيته اتقطع خالص يا شباب، هنا بقى بضطر اعمل سيرجيكال تريتمنت، ان انا اتدخل جراحيا وافتح المكان بتاع وتر اخيل وادخل واعمل له عمليه ايه؟ خياطه او اخيطه تاني بحيث ان ارجعه زي الطبيعي. ونفس الفكره برده بضطر اعمل له كبيره عشان اثبته وما يستخدمش رجليه ويبوظ العمليه وهكذا. تمام كده يا ولاد؟ فده كان وتر ايه؟ اخيل. طب ايه اخبار التغذيه بتاعت الاوتار يا ولاد؟ اعلى واحد في التغذيه. عارفين ليه؟ اصل لو خدتوا بالكم الوتر بيربط العظمه بالعضله، والعضله ايه اخبار الامداد الدموي بتاعها؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده العضله بتخر دم، العضله مليانه دم، العضله عندها امداد دموي فظيع. كذلك الاوتار اللي متصله بالعضلات عندها امداد دموي عالي. يعني لو انا هرتبهم يا شباب من حيث الاقل في الاوعيه الدمويه والامداد الدموي الى الاعلى في الاوعيه الدمويه والامداد الدموي، يجي كالاتي: يجي الغضاريف اقل واحد خالص ما عندوش اوعيه دمويه اصلا، ثم الاربطه عنده شويه اوعيه دمويه، ثم الاوتار عندها اوعيه دمويه كتير جدا مليانه بالدم. وبالتالي يا شباب لو الغضاريف دي حصل فيها وليكن مثلا قطع، تمزق، حصل فيها اي اصابه، الاصابه فيها من رايكم الاصابه دي تتشفي بسرعه ولا تقعد فتره طويله؟ يا نهار ابيض يا دكتور، ده الاكل بيجي لها من غيرها، واحنا عارفين اي خليه او اي حاجه يحصل فيها خلل او تدمير عشان يرجع تاني زي الطبيعي، ده محتاج تغذيه واكسجين ومواد غذائيه عشان يعرف يبني، صح ولا مش صح؟ طب ازاي هيبني والاوعيه الدمويه بتاعته قليله، مش قليله، ده تكاد تكون مش موجوده اصلا، منعدمه، ده بياخد من غيره. فيقول لك ان التئام الجروح في حاله الغضاريف بطيئه جدا. ليه؟ بسبب بطء وصول المواد الغذائيه والاكسجين. طب الاربطه اكيد اعلى من الغضاريف، لان الاربطه عندها شويه اوعيه دمويه فبيجي لها الدم، فاكيد مستوى ان الـ ان ان الجروح تتشفي فيها اعلى بكتير من الغضاريف. والاوتار يا دكتور اعلى واعلى من الاربطه والغضاريف. ليه يا دكتور؟ احنا قلنا الاوتار بقى عندها امداد دموي محترم. يعني مثلا هفرض ان حصل اصابه للغضروف، في نفس اللحظه حصل اصابه للاربطه، في نفس اللحظه حصل اصابه للوتر، هلاقي ان الوتر مثلا يعني بعد اسبوع اتشفى، بينما الاربطه ممكن تقعد اسبوع ونص على ما تشفي، بينما الغضاريف ممكن تقعد شهر على ما تشفي. فالغضاريف بطيئه في التئام الجروح قوي يا اولاد، الاوتار اسرع منها بشويه. اسف الاربطه اسرع منها بشويه، الاوتار سريعه جدا، سريعه جدا جدا يا شباب. تمام، دي كده كانت مقارنه بين الغضاريف والاربطه والاوتار، اتمنى تكون كانت سهله. اخر حاجه بقى يا شباب يبقى خلصنا الدرس، هي المفاصل. تعالى نتكلم بقى يا شباب على المفاصل. المفاصل بتتقسم لتلات انواع، حاجه اسمها مفاصل ليفيه، مفاصل غضروفيه، ومفاصل زلاليه. يعني ايه مفصل ليفي يا دكتور؟ واحده واحده. المفصل الليفي يا شباب احنا اولا يعني ايه مفصل اصلا؟ لو اي عظمتين او اكثر تقابلا امام بعض ده يكون مفصل، يبقى اي عظمتين بيتقابلوا قصاد بعض بيكون مفصل. تمام كده؟ تمام يا دكتور. فقال لك بقى لو العظمتين دول اتقابلوا قصاد بعض وكانوا ما بيتحركوش خالص ده اسمه مفصل ليفي. طب احنا خدنا حاجه شبه كده قبل كده يا دكتور؟ عظام الجزء المخ في الجمجمه، صح ولا مش صح؟ يبقى احنا اتفقنا يعني ايه مفصل؟ عظمتين يقابلوا قصاد بعض، عظمتين او اكثر طبعا. طب يا دكتور لو العظمتين دول قابلوا قصاد بعض وكانوا عديم الحركه ما بيتحركوش ده تسميه مفصل ليفي، لان كده في انسجه ليفيه ربطتهم ببعض يا اولاد، فده اسمه مفصل ايه؟ ليفي. زي ايه يا دكتور؟ زي العظام المخيه اللي بتلتحم بانسجه ليفيه او اللي فيها مفاصل ليفيه يا اولاد. يبقى ده كده خلصت على فكره المفاصل الليفيه. شفت الموضوع سهل ازاي؟ عظمتين يا اولاد اللي هي العظام المخيه المسننه لو تفتكروا الفيديو اللي فات، بيتقابلوا قصاد بعض كده، طالما عظمتين قصاد بعض يكون مفصل. هسال نفسي المفصل ده بيتحرك ولا عديم الحركه؟ هنلاقي ان العظام المخيه عديمه الحركه، عديمه الحركه، يبقى مليار في الميه ده مفصل ليفي وانت مغمض، لان فينا انسجه ليفيه اتكونت يا اولاد ربطت العظمتين بايه؟ ببعض، ده اسمه نسيج ليفي. وخلي بالكم هو حد يقول لي ده عظام ملتحمه يا دكتور نحسبها عظمه واحده، احنا ليه بنحسبهم 8 في المخ؟ اوعى. ليه؟ لان اصلا الفروق باينه، انت قادر تميز العظمه عن الثانيه. يعني هات صوره للجمجمه كده، ننزل لكم على الجروب صور جماجم، على جروب التليجرام منزل لكم صور هناك، هات صوره للجمجمه اللي انا نازلها هناك، هتلاقي في خطوط ماشيه بتميز العظمه دي عن العظمه دي، طالما قدرت تميز العظمه دي عن العظمه دي اسف يبقى دي عظمه ودي عظمه. لكن لو التحموا في بعض ومبقاش في خط مرتبط ما بينهم خلص الحوار كده، كده تحسبها عظمه واحده زي عظام الحوت. تمام؟ نرجع بقى لمرجعنا، فطالما لو عظمتين يا ولاد كونوا مفصل وكان عديم الحركه قول عليه ليفي.
في بعض الاحيان التانية يا اولاد نلاقي العظام موجوده وما بينها طبقه كبيره من الغضاريف، يعني دي غضاريف ودي فقرات. قال لك ده نسميه ايه؟ نسميه مفصل غضروفي. عندك فقرتين يا اولاد فوق بعض كده، عظمتين متقابلين فوق بعض، عظمتين اتقابلوا اهو، صح؟ حلو. وما بينهم في غضاريف، ايه ده؟ يعني عظمتين وما بينهم في طبقه من الغضاريف فقط، تقول عليه ده تقول عليه مفصل غضروفي. تقول عليه مفصل ايه؟ غضروفي. طب بصوا العظمتين او الفقرتين يا شباب اللي فوق بعض بيتحركوا حركه كده، ايه ده؟ يعني لا حركه واسعه قوي ولا حركه ضيقه قوي، بيسموها حركه محدوده. لا هو عديم الحركه ما بيتحركش خالص، ولا بيتحرك حركه كبيره قوي، حركه على قده، حركه غلبانه. لو بص مثلا اهو اخر 180 درجه بس، حركه على قده يا شباب. فده بنسميها حركه محدوده او مفصل محدود الحركه. فلان المفاصل الغضروفيه يا ولاد هي مفاصل محدوده الحركه، حركه بتاعتها مش واسعه، حركه على قدها يا ولاد، تمام؟ وفي نفس الوقت كل اللي موجود هي طبقه من الغضاريف فقط، ما بقولش حاجه غير كده، عظمتين وما بينهم غضاريف، ده اسمه مفصل غضروفي. ايه اخبار الحركه بتاعته يا باشا؟ محدود الحركه. زي ايه يا دكتور؟ الغضاريف اللي موجوده ما بين الايه؟ الفقرات العظميه. او حاجه ثانيه، الغضروف الموجود بين الضلع والقص وعظمه القص. او حاجه ثالثه، منطقه الارتفاق العاني. يعني ممكن يكون منطقه الارتفاق العيني او الغضروف الموجود بين الضلع والايه؟ والقص. نيجي لاخر واحد واهم واحد يا ولاد. بصوا بقى ده مفصل الركبه. اتفرج معايا بقى. في على دي الفخذ. ودي القصبه. لما نيجي نشوف مفصل الركبه يا شباب نلاقي ان عظمه الفخذ النهايه بتاعتها متغطيه بطبقه من الغضاريف. دي غضاريف. وكذلك القصبه من تحت متغطيه بغضاريف. تمام؟ ولاقي في النص يا ولاد في سائل. السائل ده عامل زي زلال البيض فسموه السائل الزلالي او السائل المصلي، وده كله متقفل من الناحيتين بالاربطه يا ولاد. فانت لو لقيت مفصل العظام بتاعته متغطيه بطبقه من الغضاريف وفي سائل في النص اسمه سائل زلالي، او في سائل موجود ما بين العظمتين والمفصل كله مقفول بحيث ان السائل ده ما يخرجش، ده احنا بنسميه مفصل ايه؟ زلالي. بنسميه مفصل ايه يا شباب؟ زلالي. دي مهمه جدا بقى. طب زلالي ليه؟ بالنسبه للسائل الزلالي اللي بيبقى موجود في النص. طب معلش يا دكتور، هي ليه العظام متغطيه بالغضاريف؟ ما احنا قلنا قبل كده بقى احنا بنشرح الغضاريف عشان العظام لما تبدا تتحرك ما يحصلش تاكل، وانا عمال اعمل كده العظام ما تحكش في بعضها ويحصل وينتج عن الاحتكاك ده حراره تؤدي لتاكل العظام. لا، ده في طبقه من الغضاريف هتسهل الانزلاق، وفوق ده كله اصلا ده في سائل في النص ما بين العظمتين يقلل الاحتكاك الى اقل ما يمكن، صح ولا مش صح؟ ما في سائل ما بين العظمتين هيخلي الاحتكاك اقل ما يمكن، يقلله للارض خالص. معايا كده؟ فخلي بالكم اول ما اشوف اي مفصل بالمنظر ده اقول عليه مفصل زلالي. قال لك بقى احنا هنقسم المفاصل الزلاليه لنوعين، لمفاصل زلاليه محدوده الحركه ومفاصل زلاليه واسعه الحركه. يبقى انا هقسمه لمفصل زلالي محدود الحركه ومفصل زلالي واسع الحركه، تمام كده؟ هو يعني ايه محدود الحركه يا دكتور؟ يعني ايه واسع الحركه؟ محدود الحركه يا شباب يعني بيتحرك في اتجاه واحد، يعني بصوا كده مثلا ده هو ما عندوش الا الاتجاه ده اللي هو عليا او بعيد، ده بنسميه اتجاه اللي هو يعني هجيب لو اما اضم دراعي كده يا اما ابعده، ملوش الا كده. طب هل مثلا اعرف الفه؟ لا. طب بصوا الكتف، استنى احنا قلنا الكوع كده صح؟ حلو. بص بقى الكتف لقدام لورا كده، ده اتجاه. ها افتح اقفل، ده كمان اتجاه. هل هما اتجاهين بس؟ لا، ده انت غلبان. ايه ده؟ ده انا بلف في جميع الاتجاهات، صح ولا مش صح؟ يبقى الكتف بيلف في جميع الاتجاهات او بيلف في اكتر من اتجاه. احنا قلنا يا شباب بصوا ما حدش يفتكر ان انا بعمل قدام كده اتجاه اجي عليا ده كده اتجاه، لا ده كله اتجاه واحد اللي هو من قدام لورا او من ورا لقدام، ده اسمه اتجاه واحد. فكده القوة ليه اتجاه واحد. طب بصوا الكتف، ممكن اطلع لقدام او ارجع لورا، ممكن افتح كده او اضم كده، او ممكن الفه في جميع الاتجاهات. هو ده حرفيا يا شباب الفرق ما بين محدود الحركه وواسع الحركه. يعني ايه محدود الحركه؟ يعني بيتحرك في اتجاه واحد زي الكوع كده. طب واسع الحركه بيتحرك في اكثر من اتجاه زي الكتف كده، تمام كده؟ يبقى من امثله محدود الحركه يا ولاد الكوع والركبه. نفس الكلام على الركبه على فكره يا ولاد. انت ليه ما تفتح رجلك لما تضم رجلك، تفتح رجلك لما تقفل رجلك، تفتح رجلك لما تقفل رجلك. طب الفخذ يا ولاد اللي هو عند الحوض من فوق، ممكن ارفع رجلي كده او المها لورا او اضم رجلي عليا او ابعدها عني على الحيط اللي ناحيه الحيطه، صح؟ نفس فكره الكتف من فوق. ولو رقدت على ظهري وواحد مسك رجلي او انا مسكت رجلي اقدر الفها انا بلفها دلوقتي 360 درجه. يبقى مفصل الفخذ بيتحرك في اكثر من اتجاه يبقى واسع الحركه. يبقى لو لقيت مفصل بيتحرك في اتجاه واحد قول عليه زلالي محدود الحركه.
لو لقيت مفصل بيتحرك في اكثر من اتجاه قول لي عليه ده زلالي واسع الحركه. مين طبعا يا شباب من رايكم اكثر المفاصل اللي في الجسم؟ بصوا زلاليين، ما بين الصوابع، الرزغ زلالي، الكوع زلالي، الكتف زلالي، الفخذ زلالي، الركبه زلالي، الرزغ بتاع القدم زلالي، على فكره ما بين الرقبه واول فقره زلالي، الفك مع الجمجمه زلالي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني اكثر المفاصل بتاعت الجسم او معظم مفاصل جسمي نوعها زلالي. بس انت تشوف بقى زلالي بيتحرك في اتجاه واحد قول لي محدود الحركه، زلالي بيتحرك في اكثر من اتجاه قول لي ده واسع الحركه. اظن كده الدرس خلص، درس سهل يا شباب ما فيهوش اي حاجه، هو طويل شويتين بس لازم البدايات بتكون كده يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا طبعا. ما يعني لو عجبك الفيديو ما تنسانيش باللايك المتين وتعمل سبسكرايب اكيد يعني في القناه، امر مفروغ منه يعني طبعا. ولو شايف الفيديو مفيد وانا فدتك اشير الفيديو ما بين صحابك عشان كل ايه يستفيد. وما تنساش لو عاوز اسئله على الجزء اللي احنا شرحناه ده هتلاقيه باذن واحد احد موجود فين؟ هتلاقيه موجود في جروب التليجرام، انا سايبه في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت او الوصف بتاع الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.